وصلنا للفقرة الأخيرة بحالة الليلة من مع تمام، وهي رح شوف فيصل عبد الساتر على كل صورة رح يشوفها شو رح يعلق عليها. أستاذ فيصل، نعم. جاهز؟ جاهز. أهم صورة وأحلى صورة بالنسبة لأي بني آدم، نعم، بيشوفها لازم يعلق عليها. صح. اسمع. يا أمي ليش كلماتك حزيني، وين ضحكتك يا تقبريني، يا أمي ليش كلماتك حزيني، وين ضحكتك يا فيصل عبد الساتر. هيدي الوالدة، نعم، غصيت هيدي كل شيء لإلي بالحياة، هيدي أمي وروحي وعيوني وكل شيء عندي، يمكن ما في أغلى من أمي بصراحة، لأنه طبعا كل أم بنظر أولادها هي هيك، لكن لما بالأم بيكون لها ميزات خاصة مثل أمي، طهارة على الحل، براءة على الحل، وحزن، يعني أنا فقدت خيان ورا بعض، وبالنسبة لأمي صار عمرها 87 سنة، خلال 4 سنين تفقد شبان بالبيت، مسألة مش سهلة أبداً يعني، كثير هذا الوضع مؤلم يعني، فكل ما بشوفها بحس بهذا الحزن بقلبها من جوا، وبعدها أمي بتتعاملني كأنه أنا طفل صغير بالبيت يعني، وهذا شيء يعني بيخلي للواحد يتلاشى أمام حنان أمه، أمام ضحكة أمه، حزن أمه. هلا لما شفت هيدي الصورة شو تذكرت أكتر شيء؟ ذكرت إخوات، عشان هيك دمعت شوي صغيرة. نعم صحيح، لأنه كل ما بروح لعندها بتقلي مش عم بقدر أنساهم، لأنه إخواتي شباب يعني، واحد أصغر مني سكتة قلبية توفى، واحد أكبر مني يعني بسنة وحدة وتوفى بالسرطان بسنتين. طلع في على الصورة. نعم. اسمع. شو نفع دنيتي وانتي بعيدي، شو نفع دنيتي وانتي بعيدي، أنا ضايع بدونك، ساعديني ماما 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 يا ماما، شو نفع الناس طلع فيها لو اجتمعوا إلا بعيدي، طلع فيها إلا كلمة واحدة، شو نفع الناس، مش قيلة أبدا لأول مرة بس تشوفك، شو نفع الناس، اسمع منك الناس، انت عيوني اللي بشوف فيهم يا هالناس، شو نفع الناس لو اجتمعوا بعيدي، وما كنتي يا حنوني عايميني عايميني، شو بدي بما عمي على برصيدي، شو بدي بما عمي على برصيدي، وانا شحاد وانا شحاد شوفك وتشوفيني، سامحني؟ ايه؟ ما بدي تنزل دمعتك. لا هيدي دمعة بتخلي الواحد يرتاح، هيدي هالحجة 87 سنة كلها طهارة كلها بركة، كي الله يخلي لك إياها ويطول بعمرها وخليها بصحتها، هي أهم شغلة. الله يخليها فوق راسنا. وبدي يعني بهالبرنامج معلش بدي وجه شكر خاص لأختي الصغيرة جمانة، اللي فعلا يعني هلا امي عايشه عندها ببيتها، جمانة كثير يعني كثير عم بتقدم شيء حقيقه، طبعا هي امها مثل ما هي امنا، بس فعلا اختي جمانة يعني كله على حساب حياتها وعلى حساب راحتها، فعلا يعني الله يوجه لك الخير يا الله يوجه لها الخير، واكيد عند ربنا ما بيروح شيء.